تمثل هذا النظام الاساسي هو اللي غالب العام الغالب التوجه اللي تتوجه للناس كاملين هما التعويضات الماديه، ولكن هذه التعويضات الماديه هي جاءت في الواجهه وجاءت على لسان الجميع، الاغلبيه تهضر على التعويض المادي هو المشكل. كاين المشكل المادي في ظل هذا الغلاء، وتشوفوا انتم كاملين الغلاء على الناس كاملين، وتزاد في المواد الغذائيه كامله والشعب كامل متضرر، وجاوا زادوا الفئات كاملين الا الاستاذ. بمعنى علاش مثلا انا بصحتهم هما مفتشين ومديرين والاطر ما تيستحقوا حتى هما عندهم مهام ديالهم، ولكن علاش نزيد انا؟ شنو هو الهدف ديالي انا؟ اننا نزيد المفتش، نزيد المدير اللي هو اللي غيدير التقارير، وما نزيدش الاستاذ اللي غتدر في حقه التقارير، ربما هذا التقرير اللي غيؤدي للحرمان ديالو في ابسط عقوبه، الحرمان من الاجره شهر. وإلا مشات لك الاجره شهر يعني راه غتطلع وتنزل عليها للرباط عام، يعني راه توقف عليك الحركه ديالتك عام، وحنا موظفين ما عندناش دخل اخر، هذا هو الدخل الاول. هذه من جهه، هذا الجانب المادي هذا اولا، ولكن ما يخفي وما يضمر هذا النظام الاساسي من النقط اللي كثر من التعويض المادي شنو هي؟ اولا هذا غادي بواحد التدريج باش يصفي لينا الاساتذه، ما تبقاش عندي انا استاذ ديال الدوله، الا ما بقاش عندي انا استاذ ديال الدوله استاذ كما تنقولوا مدرسه تاع الاستاذ تاع المخزن، يعني ما غتبقاش عندي مدرسه عموميه. من بين الاهداف اللي تيرمي لها على المدى البعيد هو ان هذا التلميذ اللي عنده حق في التمدرس غيوصل الاعدادي ما غيلقاش مدرسه عموميه، غيولي التعاقد، غيولي التعاقد عجبتينا هي هذيك ما عجبتيناش حسب العدد. المخططات اللي كاينه من بعد هو ان الدوله تحط التعليم الاعدادي والثانوي، اش حنا غنديروا بالتلميذات واصلين للمستوى السادس؟ اشنو غنديروا بهم؟ فين غادي المغرب؟ هذه هي النقطه الاساسيه اللي تتحرقني انا واللي ما نبغيهاش. علاش انا تلميذ ديالي وهذه شفناها في شي مخططات اللي جايه من بعد، علاش تلميذ انا من انا ولاد الشعب ما يقراوش الاعدادي ما يقراش الثانوي؟ اذا شنو هذا الشعب هذا اللي ما غيكونش واعي؟ هذه النقطه الثانيه. غير داك التحايل تاع الاسماء والمسميات تتبقى هي هذه لو كادغ راه بدلوه، ولكن القوانين بالعكس راه بغاو يردوا هاد المرسمين اللي كنا حنا مرسمين، زعما راه حنا غنتكبوا في النظام منين غتولي عندي عقوبه وانني مهدده بانني مثلا غتوقف لي الماندا ديالتي ولا غنتوقف ولا غيجيني اعفاء، راه انا وليت بحال الوضعيه الاخرى ما بقيتش محميه. علاش ما غنبقاش انا محميه؟ هذه الاولى، النقطه الاولى هذا تاع العموم التعليم ما غيبقاش عمومي. نقطة أخرى هو أنني أنا غندخل مثلا دابا أنا من 2013 وأنا مجمدة عندي لي شيل 10 و11 مجمدة من 2013 وأنا في نفس السلم من 2013 في 23 و10 سنين وغنزيد مازال نكمل من بعد. هذه النقطة حتى هي غتزيد صعاب، علاش؟ لأن غالي يقول لك الرتبة شحال تتزادنا حنا في الرتبة؟ تتزادنا فيها كل عامين ولا كل سنين 70 درهم 80 درهم، تخيل غتولي في هذا النظام 20 عام وأنت في رتبة واحدة. شنو هذا؟ شنو؟ واش انا 20 عام غتبقى عندي انا نفس الخلصة؟ الناس تيطوروا الناس تيزيدوا غتبقى عندي، اش من تحفيز عندي انا؟ ما تحفيز هو الشهادة الكرتونية اللي قال لنا السي الوزير؟ الشهادة تحفيز على المردودية، شنو تحفيز على المردودية؟ شنو قال لك تحفيز على المردودية؟ غيعطيني كرتونة؟ غيعطيني شهادة؟ ما كاين لا فلوس لا والو، هذاك داروا الروائل المدرسة الرائدة، الناس اللي معانا خدامين في الرائدة ما جاهم لا تحفيز لا حتى حاجة إلى يومنا هذا. ما جاهم لا تحفيز لا حتى حاجه. هذا ثانيا. نقطة اخرى هو ان اللي تيضراني هو النقطه ديال لا في نهايه الخدمه سميتو تقاعد. منين غنشد انا التقاعد ديالي؟ قال لك الماندا ديالتي انا الى طرت غنشد فيها 60%. اها هنا باقيين ولادي تيقراو في ديك الساعه. انا تنمرض، انا اصلا دابا حنا مراد بالتعليم، راه ما كاينش شي قطاع اللي تيمرض قد التعليم، راكم عارفين الاعصاب، لان تنخدم انا مع موارد بشريه، تنخدم مع ناس، تنخدم مع بشر، مع عقول، ما تنخدمش مع ورقه وستيلو اللي مني ليهم، لا، تنخدم مع بشر، وهذاك البشر خاصني واحد المجهود، راك عارف الا بغيتي تفهم غير ولدك انت في الدار، واحد ودرس واحد كتيشيبك، عاد وانت اجيال واجيال واجيال، يعني انا فاش غنتقاعد غتجازيني الدوله وغتقول لي يا سيدي انت حيت خدمتي ومن 20 عام وانا تنضرب معاهم في التعليم. 20 سنة وأنا خدامة في التعليم، دابا 23 سنة وأنا في قسم مرضت بجميع الأمراض، الآن ومنين تقاعد تولي عندي 65 سنة، سير في حالك ما بقيتيش تلزمنا، ما بقيتيش منتج، هذاك على 45 عام اللي ضربت معاكم أنا ما كنتش منتج، منين نوصل أنايا 60 65 عام نبغي نعيش بكرامتي، نبدا نطلب، تولي عندي 6 مليون من الخلصة، إلا كبرشاني وكنت ما عرفت شنو غتوصل عندي 7000 درهم، ايوا حسب من هنا ل 45 عام اش غديري 7000 درهم؟ الا عندي كرا، الا عندي مصاريف، الا عندي وليدات، الا عندي تطويب،
وكلنا مرض من الان، ما نتسناش انا حتى 65 سنه. هذه حتى هي واحد النقطه اللي ضراني. باقي النقط حتى هي تتضرب في المدرسه العموميه، باغا تخوي المدرسه العموميه، باغا تفويت شي من الاخر هذاك الشيء اللي جا فيه النظام، باغي تفوت القطاع الحر. ولاد المسكين ما يقراوش، حنا ولادنا دابا باقيين في البوبليك. انا تنقري ولادي في المدرسه العموميه، هي بنتي دابا في الثانويه ما تتقراش، ما تتقراش صباح وما تتقراش عشيه بالاضرابات، ولكن من حق الاستاذ يدير اضراب لانني عايشه الوضعيه. انا غنحس بالاستاذ. لا ما كاينش تلميذ تيدي ضريبه، حنا دايرين اضراب على قبل التلميذ، لان داك التلميذ غيولي استاذ. انا تنضحي بمنطقتي دابا وغيتقطط عليا على قبل داك التلميذ، لانه فاش باش يلقى فين يخدم. الا عزف لينا كلشي على التعليم، نعطيك باك بلوس 5، بلاتي نقول لك باك بلوس 5 شحال تيتخلص؟ ما بين 4000 و5000 درهم، مزيانه؟ معلم في ابتدائي ولا في اعدادي ولا في ثانوي خاصو باك بلوس 5، يقرا 3 سنين في لافاك ويدير عامين ديال التكوين باش يولي استاذ، يولي مربي الاجيال، غنعطيه 4000 و5000 درهم. هذه جاتك مزيانه؟ باك بلوس 5 جاتك مزيانه هادي؟ طونديسكو يقدر يكون الا درتي غير واحد المقارنه ما بين السلم ديالنا حنا الرتبه ديالتنا مع وزاره الماليه، لا مجال للمقارنه. الرتبه ديالتي انا مثلا سلم 9 ولا سلم 10، زيد قارنوا مع سلم 9 ولا سلم 10 في وزاره الماليه، في الداخليه، في الصحه، قارن ارقام دي شيفر، غتلقى 1000 1500 درهم تاع الفرق. علاش؟ علاش الاستاذ اللي هو اللي تيقري داك الوزير وتيقري داك المعلم وتيقري داك القطاع الصحي وتيقري لنا المهندس وتيقري كل شيء، راه الا ما كانش المعلم راه حتى حد ما غيكون. من الاخر الا ما كانش المعلم ما كانش استاذ راه حتى حد ما يكون. ما نحقروا لا تعليم ابتدائي لا تعليم اعدادي لا تعليم ثانوي، لا مورا الثانوي. واش غتقدر تخيل واحد الدوله غتقوى ولا غتظاهر ولا غتنمى وهي ما عندهاش تعليم؟ امبوسيبل، ما يمكنش، هذا امر محال. ونشد انا داك التعليم، داك الاستاذ اللي هي الحركه، الحلقه اللي هي قويه، ياك الحلقه القويه، ونسحقها ونضعفها. علاش؟ علاش انا ناضل باش ناخذ الحقوق ديالي؟ علاش الدوله ما تعترفش ليا انا بالمجهودات ديالي وبالامباكت ديالي وبالتاثير ديالي وبالمحوريه ديالي في المجتمع وتعطيني؟ علاش انا نتقاتل باش ناخذ حق ديالي؟ تخيل دكتور قاري تنقرا وتنخدمه وكل شيء، هذا ملف اخر تنسيته، ما عندهمش الحق باش يمشي يكون استاذ باحث ولا يمشي استاذ ثانوي. ما كاينش الحق، وانا مع هذه الفئه. علاش ما نستافدش؟ انا استاذه في التعليم الابتدائي وشديت الماستر وشديت الدكتوراه، انا باقا في التعليم الابتدائي. علاش ما عنديش الحق انايا نتطور بحال الخدمه الاخرين؟